بالنسبة للحزب اليوم غد جدد الهياكل ديالها، وأنا جيت باش نحضر معهم كأمين عام وكرئيس للمؤتمر. يلا يلا يلا، رأيك في غلاء الأسعار؟ أنا ما أفكر بس دابا شوف المسؤولية هي أول قبل كل شيء ديال الحكومة، اللي كيخصها تعمل كل ما تستطيع أن تعمله حتى يخفف الوطأ على عموم المواطنين. وهذا لا ينفي أننا نتفهم أن هنالك إشكاليات كبيرة مرتبطة بالتحولات الواقعة الآن في العالم، خصوصا الحرب اللي موجودة في أوكرانيا. إذا خص شوية ديال الصبر من هنا ومن هنا. يلا خلينا. لا شوف دابا شحال هادي كنا مصاحبين، فهمتيني ولا لا؟ كان هو عضو عادي في القوم وأنا عضو عادي في العدالة والتنمية. دابا ولينا أمناء عامين، كاين شي شوية ديال الاحتكاك ماشي بزاف.